مباراة نادي صفاقس الرياضي واتحاد تطاوين في الجولة الثانية عشر من الدوري التونسي لكي من المباراة مع لي فضل للتطبيق زر الاكل والاشتراك الغنية وشكرا لكم ملعب الذي سوف يستضيف المباراة ملعب استاد الطيب المير بصفاقس توقيت المباراة سوف يكون في الساعة الثانية بتوقيت تونس والمغرب والجزائر والساعة الثالثة بتوقيت القاهرة والساعة الرابعة مساء بتوقيت قطر والسعودية والامارات اما بالنسبة للقنوات الناقلة المباراة الموقع الرسمي لفريق سي اس اس الناقل الحصري للمباراة نتمنى لكم فرجة ممتعة لا تنسوا دعمنا بالاشتراك بالقناة و والتفعيل الخاص الكل لكي تتوصل دائما بمواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة ونضرب مواعيد موعد في موعد قادم